مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في التغطية الخاصة لبطولة القادسية التنشيطية في أول مباراة هذا اليوم في يوم الافتتاح، والتي فاز فيها فريق مجموعة الزامل معي في هذه اللحظات أحد أبرز الحراس على مستوى المنطقة الخليجية ككل، وحارس فريق شركة الزامل في هذه البطولة أسعد السعد. بداية أرحب فيك عبر شبكة الفارس العالم. يا مرحبا فيكم، وشبكة متميزة في تغطيات البطولة، فأشكركم على التغطية في بطولة النادي القدسية. نبارك لكم فوزكم في هذه المباراة. الله يبارك فيك. مباراة تدري أول مباراة لنا في البطولة، فطبيعي أن الفريق يكون في البداية نوعا ما في الشوط الأول ما ظهر في المستوى الطيب، لكن الشوط الثاني ظهر بمستوى البطل بإذن الله أنه يستمر في هذه البطولة، وتكون المباراة هذه تحضيرية لنا في رمضان بإذن الله. الفريق ما زال يؤدي نتائج إيجابية نوعا ما، سواء كان في بطولة النهضة أو حتى في بطولة القادسية، توقعاتك إلى أين سيسير هذا الفريق؟ بإذن الله مثل ما قلنا لك أن هذه البطولتين النهضة والقادسية تحضيرية لنا كمجموعة بإذن الله، يعني احنا نطمح البطولة أكيد طبيعي، لكن تركيزنا بيكون في بطولات الدبل وبطولة النهضة والقادسية في رمضان بإذن الله تعالى. أسعد السعد، قبيل شهر رمضان دائما ما تتصارع الفرق على التوقيع معه، سيكون حامي عرين فريق من في شهر رمضان المبارك؟ بإذن الله بعلن في تاريخ 15 شعبان عن الفريق اللي بكون ذود عن المرمى بإذن الله تعالى. شكرا، حياك الله أبو. إذن كان هذا هو محور حديثنا مع الكابتن وأحد أبرز الحراس على مستوى منطقة الخليج أسعد السعد، وحارس فريق شركة الزامل في بطولة القادسية التنشيطية. من هنا نلتقيكم في حوار قادم من طرف آخر بحول الله.